السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. مساكم الله بالخير والنور والسرور كالعادة. أنا بخير وسهالة ولا أشكو من بأس، الحمد لله أموري طيبة. ما نشيت أبوي إلا مرة ضحل عالي شوي وبيدن الظهر. غازلت متلق وأقرأ المسجات وعندك ودونك، ونزلت وتمي تحينه في الخيمة، هذه خيمتي اللي تشوفون هاي القفاصة، على طيور ندخلها يوم يعدي الضحى الساعة 9، دخلناها نبوي في الخيمة. الخيمة هاي اللي من زجاج، والكنديشن أبوي ينفخ أبو معالي روسن بيموت من الحر ما يقهر، وحين على الساعة 5 يظهرون خاري تحت ظليل اللومي، ويا لسن يتبرد عيننا من الله خير لين الصبح نهار ثاني بعد الضحى نردها على نفس الطريقة اليومية. نرد على موضوعنا، أو نرد على موضوع جديد، مش جديد هو قديم والناس كلها تدريبية غير أكثر الوادم غافلة عنه، اللي هو قل الوصل. قل الوصل وقل الزيارة وقل إعادة المرضى وقل مزاور الأرحام والأهل والصدقان، وصدقان الأرحام وصدقان الوالدين. لادمي اللي عنده أم وأبو كيف بتبرهم في مماتهم؟ تبرهم بوصلك لأهلهم، بوصلك لخالك، بتبر أمك كأنك واصل أمك، بتبر اللي يحبونهم هاليتك الأول اللي يتوفوا تقدر توصلهم، وبهالطريقة أنت ياس تبرهم وهم في قبورهم. بارك الله فيك وبارك الله فيك كلكم، ما بالحد ندور عن الثاني. الوصل ما بالرسالة الواتساب، الوصل ما بمساء الخير ومساء النور ومبروك عليك الشهر بالواتساب. لو كان عندك اللي يكون من الأشغال، مهما تكون أشغالك ومهما تكون عداريبك وأعذارك، هذا كله غير مقبول، لأنك أنت الناس ما بتفرح بعطيك، بتفرح بيجيك أكثر. إذا كانت يجيك لها قيمة فيعطيك لها قيمة، فييك القيمة أكثر بألف ودية عن العطية مهما تكون ثمين العطية. لازم يتريز المزاور، يوم يقول لك المزاور في الدنيا، المزاور في الدنيا متى بزوره لازم من عقب ما يموت؟ يوم ما زارني حبيبي والديارة مخيفة، لا مرحبا به والديارة ما هاك الساعة، منو يباك أنت تزوره؟ ما حد بفتكر بك، لا بتزور الحين المزاور وقت الحياة في الدنيا، الدنيا الحاضرة هذا اللي انت حين تشوف العرب ويشوفونك، هذا وقت المزاور وهذا وقت وصل الرحم والأهل. تجعل يوم يوم ولا شبه يوم في أول رمضان وفي آخر رمضان وبالعيد تزور أبوي هلك كانهم شرق ولا غرب، والله يبوك أني عارف سيدة أعمال من أغنى أغنياء أبو ظبي وآصل وبنت عناس وعرب ودر دور عيال، يا غير انها امس يوم تخبرها اقول انت وين؟ قالت ابوي سايره زور حمي العين. قلت اتحرك انا ابو ظبي، قالت ايرس ابو ظبي في المبارز والندوات والميالس، ومن قصر لين قصر ومن فل لين فل ومن بيت لين بيت، واودر هاليتي. لا والله بسير ازور ارحامي التليتن كلهن، والتليت ارحامي في العين بيت بيت وشخص شخص، يلست يومين ثلاثة ايام لين خلصت أرحامها كلها، وبترد اليوم ولا بترد باكر، وهي حرمة سيدة أعمال. والله أني استصغرت عمري واستصغرت الناس اللي ما يايدون ولا يعلمون، لا وظيف ولا همك الله، لا شغل لا ضمنة لا همك الله، لا هم يحزنون وميلسين يتعلثون، والله تونا ناشين أشغار ما شيء فرصة عندنا، خطف الوقت. سيدات أعمال مليون شركة ومليون شغل عندهم، هذه صورة واحدة من صور الأوادم اللي أخبركم عنها. ناهيك عن الدنيا فيها آلاف الأوادم عندها ملايين الأشغال، من شيخ من عشيري من كبير ومن صغير، من شيخ دين وشيخ علم، ويزورون أرحامهم يوصلونهم مهما تكون الظروف عندهم، لو حتى ما تايد ولا حتى بتكسي، لو على حمارة تسير ما لك عذر أنك ما تزور رحمك، خاصة بهالأيام المبروكة. حد يودر هالأيام وفضل هالأيام في قراءة القرآن وزيارة الأرحام، هذا كله شيء مفروغ منه، هذا شيء وايد ضروري أنك أنت يا البنادم تأديه سواء كنت ذكر أو أنت، ما في لك أي عذر ولا أي علته. وين حمارة بننسير
اندبنا لهم رسالة ولا طرشنا لهم مسج، ففي الطريش المسج يسد، ترى المدى بعيد. منو قال لك المدى بعيد؟ ابوي ما شيء مدى بعيد. لو عندك ابوي مصلحه تخصك انت روحك ولا شيء، فيه لف ودوران وخش ودس، بتعنى ان شاء الله لين اليادي وخسر ما بيغلبك. يا غير ابوي زياره الارحام تشوفونها ثجيله، هذا ابليس، هذا ابليس، ابليس هو اللي يهوس على رؤوسكم ويقول لكم لا تسيروا لهم. ترى الاجر كله في زياره الرحم، ما في المسج اللي بتندبونه، هذا مرة ما وراء فائدة مر ولا ضر. خلاف بتندم يا البنادم يوم لا ينفع الندم. ولا حد من العرب، حد من العرب حال مستد بخير وسهال، وعندهم مال المؤمنين والمؤمنات، ومن أطراف عوائلهم هال يتم، من هال يتم من رحمهم ناس عاديين بيندبوا لهم الهدايا. ما أقول لكم لا، شو بيندبون؟ هذا أرخص ما يكون، والشيء اللي هم ما يبونه، والشيء اللي مفنش ودار عليه حول، وكان أكل مفسفس اندبوه لهم من عقب ما يدور عليه الحول، وكانها هدمة طرشوا لهم الهدمة المسملة، الشيء اللي ما يتشاهد مال اللي قطع أمهات 15 درهم ها بيطرشوا لهم، وبيطرشون وهم نفسهم بيطرشون حق التيار وهل بالقصور لعقود أمهات الملايين، وحق أبويها هل يتم رحمهم الاكسسوارات اللي بس شكل لا فيهن لا صيغة فيها خير ولا مصروف فيه خير، أو أن على قد حالهم. ليش ندب لهم الأشياء الغالية؟ تراكم أبوي. هذا مقياس وايد خطأ، أنك أنت حين أنا المقتدر اللي عندي الرتب الفلاني وعندي الملايين، هذاك ولد خالتي ولا ولد عمتي ولا خالة ولا عم حالهم، والله أنه بندب لهم الشيء اللي قدهم هم. لا، عطيتي هنا تمثلني أنا، انعطيت ولاني اعطي شيء يمثلني انا، مثل شخصيتي، حجمي انا، ما بحجم هم هم، حجم هم هم يعطيهم اللي من قدهم، لكن حجمي انا كان ابويا انسان الله مري علي، ما بطر الشيء اللي ما يتودى عيب. هذا عيل انا حين بطرش قريطيسه تسح ولا كريتين سح، يترى يوم من عندي انا كريتين السح هذا؟ لا، يتريون من عندي أنا يوم أنا الله مرهي علي، يتريون العقد، يتريون الصيغة، يتريون أبوي الخط الممزور من كنز، هل يتريون؟ ما بقصر كم أكبر مطر تسح ولا بيت كم أكبر مطر شين سح، ما عليه ويسح بندب شيء، بندب شيء ويسح، بخطيط صغيروني بندب أبوي هي لأن وين ياي؟ ياي من عند فلان فلان الفلاني، ما عليه موسم سح طرشت وسح، لكن موسم أبوي البيزات ما يطرش موسم البيزات، هذا خطف خطف موسم البيزات، دريته بموسم السح لأنه تكود، تكود عندبته ولا موسم عسل ولا موسم دهن ولا موسم ذباح اللي هو ما عليه. الإنسان اللي ما عنده ترى ما عنده، اللي قد حاله قد حاله، أنا ما أرمس عن اللي قد حاله، أنا أرمس عن اللي يمشي ويتناثر مليارات، إذا ما بملايين مليارات، وما يندب إلا اللي يندبون هالفقارة بعضهم مع بعض، هذا ما بعدل. أنا أشوفه ما بإنصاف، لو ما تطرش بعيد أبرك لك، لو ما تندب بعيد أبرك لك، يلي تندب شيء اللي ما لهم عنه. أنا عن نفسي ما أخص حد بكلامي، لا فلان ولا علان ولا الطائفة الفلانية ولا فلانيين ولا علانيين، يغير ليه بيطرش؟ يطرش شيء يليق بمقامه هو، قدرك انت اللي راعي الندب، انت اللي مندب، هذا ابوي يليق في باسمك طر الشيء الفلاني، يوم بيطالعون لان هي عرفناها ان اعطيتني يزله جاي من فلان الفلاني، اي نعم، لان يبين الباب من عنوانه. يوم بطالع الشيء العادي اطويسه فيها اربع من لاسين شامي ولا شويه خلاصه عليها ودهينه واربع فردات سيف، تعرف انها من الناس العاديين. نعمت الله كلها نعمه، فضل الله كل خير، اللهم لك الحمد، لكن ودك ان الانسان اللي الله مرهي عليه يعطي الانسان اللي والله ان اللي ما عنده او اللي يد قاصر مجبل عليه رمضان، تندب لدار دار ودار ما درى، هب مجبل رمضان اضطرت شيء اللي ما لمعنه، ولا والله بيطرشون شيء، طرشوا دري ولكم زين، طرشوا دري ولكم يوم انتم ما عندكم دري وليه، اذا ما
عندكم دريول، يطرش دريول لكم، حرمة حاينة في طرف فريج ولا طرف حارة ما عندها دريول، وخصت بنته ولا خدته ولا أي حد من رحمها ولا يارتها أبوي مسوي الشيء الفلاني متنقصة لكم صحينة منه، عندكم دريول لكم ما عليه. لكن حين أنتوا قصر شداد بن عاد ولا بيت فلان ولا بيت الوزير الفلاني 40 دريول عيولن، هذي ودون حق منو؟ حق التجار. والناس العاديين والرحم طرشوا دريولكم، هذا بعد ما يليش في العقل، طرشوا دريولهم يوم عندهم دريول، طرشوا دريولهم يوم حالتهم يعني راموا يطرشون دريول، الحين ما يرغون يطرشون دريول، تعلموا بهم انتم عندهم بترول ما عندهم رحم يسمح ان يندبون دريول يعني ما ادري كيف يعني طبيعه العرب، يعني الاسم شايع والبطن يايع، يقول لك يلا بمعد يلا يلا بسمعه لو من زق سبال، زق السبال هل هو السوداني متعرف عليه اسمه زق السبال، المهم ما بهذا موضوعنا، سوي معدة من زق سبال، يعني كيف انك انت انسان الله مرهي عليك والدريوليه كثر التراب، وقال بعيد ابوي عيل، ما ببعيد على القصور، ما ببعيد على بيوت التيار، ما ببعيد عن بيوت الكمبنيه، رمتوا تندبون دريوليه كم حق الكمبنيه والتيار، وبيوت ابوي كانهم رحم ولا صدقان ولا اهل ولا اي كائن كان من بعيد وبغيتوا له شيء انت بدريولكم، طرشوا دريولكم بيعمل اعطيكم الشيء الفلاني، كان الله الغني، كان الله الغني، سدوا غناه عن مرقه السحنه، لما قالوا هالراس الخيمه بسدوا غناه عن مرقه السحنه، الناس اللهم لك الحمد حينه فضل الله سبحانه وتعالى، فضل حكومتنا رشيده، ما حد محتاج، او كل هالبيوت مستده الناس، حتى لو محتاج ما بي، مش لدرجة اليوع، مش لدرجة انه ما عنده، كلها الحمد لله، كلها البيوت ملتجة من فضل الله، من الجمعيات الخيرية، من هل الخير، من هل اليود، من هل الكرم، البيوت كلها انا اتكلم مب عن نفسي ولا عن ناس انا اعرفهم، اتكلم بصفة عامة من مشاركات الناس اللي تابعوني، اللي يتابعوني وتابعهم، واللي راسلوني الفلورز اللي تابعوني في السناب يشاتوني يقولوا لي يا ابو محمد نحن وصلنا الى المرحله هلكيت 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 هلكيت، شو رايك معقوله انه يكون هاليتنا نحن يملكون مال المؤمنين والمؤمنات ويجسمون وين يبون وين ما يبون، يجسمون الشيء التول على منو؟ على التيار وعلى اللي عندهم الكوكن ملككه، يعطونهم الشيء الغالي الثمين، وعلى هاليتهم، على هاليتهم الضعوف أو اللي حالهم مستد وحالهم عادي، يوم بيطرشون طرشوا الشيء اللي مرة ما يتشاف، حتى الوعيان، الوعيان الزينين دبوب هلك الحق الناس الهاي كلاس على قولتهم، والوعيان المثلمات المعفصات الأجدام المحيسات كل طاسة غطات تغير عن الطاسة الغطاة الثانية، ونلتشت الغطاة ما تبطلت، ها اندبوبهم حق اندبوبهم حق البيوت الفلانية، شفت التفرقة؟ حتى لين قيس الوعيان، لين قيس الوعيان، هاي حالة بالله عليكم، مصيبة، هذه مصيبة، حق ميومي يودينا هذا كله، حق هذا يقول لك المرائي اللي الإنسان يسوي رياء، هاي الإنسان اللي يسوي شيء قيس له زبو وقيس له خقة وقيس له فشرة، هذا أبويه كل اللي سويته هذا مثل زبد البحر، اي ها اللي يصلح هو اللي يركض في الارض الماء الصافي، ولا هذا خرخش خرخش خرخش، اي ها يا بعده، هذا ما وراه فايده ابدا، شرات اليواج ما في من الفايده ابدا، الفايده في العمل الصالح، في العطية الزينة، في العطية اللي من خاطر، في وصل الرحم، في الصدقة، في الزكاة، هب بتعطي اللي أقرب المقربين، بتعطي الشيء اللي ما يتشاهد، والناس أبوي اللي بعيد لا يخصونك لا من دم ولا لحم، لا يربط بينك وبينهم لا عرج لا همك الله لهم يحزنون، بتندبلهم ما خف وزنه وغلي ثمنه، وحتى الوعيان مقمشات وعليه نميع الفصوص، بين ندبن ابويه
شابيط لو بيطرشون أدنى تدون عند أبوه في أحسن وعاء حق الفلانيين، واللي الدم واللحم بيطرشون لهم في الشيء المحيس، الشيء الحليان، الشيء اللي قطعته مبه. شو بقولكم والله أمور أمور، الله المستعان. زقروني علشان أرويكم إنه اليوم شو مسوين مسوين، الله يحفظكم، مشغول نفس الطريقة ونفس الشيء بالماش ونفس كل شيء، لكن على شو؟ على دياي، على فراري، على فريريات صغار. بدأ ما سوينا كل يوم مالح مالح مالح، قلنا اليوم بنغيره بنغير هذا، نفس الطريقة ترى ونفس الأسلوب ونفس كل شيء نفس كل شيء. بدأ ما يكون أبوي مالح اليوم دياي، هاي الطريقة. هذا الماش اليوم مخلوط ويا العيش، حاطين عاد الثلث في الحشو والثلثين ويا العيش من فوق، هاي طريقته اليوم نفس الشيء. لوم اليابس الملبب ونفس الطريقه، وسنوت وليليلان وكل شيء في الحشو التحتانيه قال لكم من قبل، نفس طريقه المالح نفس كل شيء. لكن بغيت اسوي ربيان ولا سمك ولا لحم ولا اللي يكون، هذه نفس الطريقة. ها إذا ما يكون الحشو تحت مالح، هذا تحط ساعات دياي ساعات لحم ساعات ربيان ساعات سمك اللي هو، لكن هاي الطريقة هاي الطريقة. بيازم الدياي حمر، ما بيازم أبوي أسود بلاكي، ها ترى ما بسود حمر، وناطي رقم واحد. يلا العافية اللي بياكلون. أسمعك مليون رسالة يتني والسبة صورك البارحية كل هلكم اللي في شو اسمه بقعكم دبا، في من دبا انت حد كلمك مليون اتصال. سلم على هلك متصل، وابوك بعد طرش رساله، ليش ما طرشوا لي انا سلام بس حق امه؟ رد سلام على الوالد. الله يحفظك حبيبي. طالع من رعيه هالبيت وطالع من راعيه، الله يحفظهم يطرح البركه في ذريتهم يا رب العالمين. كل يوم يزيد السيد ويزيد اللاين ويزيد الخير، ورب العالمين يخلف الخلف الصالح بعد الزين والعدل. يا الله يطرح لهم البركه، يجعل في ميزان حسناتهم. شو تقول حق الخالدي؟ اقول يا مرحبا يا خالد، يا الخالدي وينك؟ ها ما عاد شفناك ولا سمعناك غير نشوفك بالسنابات. نعم ما تقصد، شهد همتي من جلامية. هي تعرفني انا اخويك القديم بخرخاش، هي يوم نحن صغار البعة ما ودي اكبرك، لكن يوم كنا صغار البعة هي وانت غالي عندنا. هي على الله يحفظك ويحفظ عيالك ان شاء الله من كل شر، على ما تقوم به الشيء الطيب ان شاء الله في تراث البلاد. جزاك الله خير. ترياك من ساعة وحين يوم يتنام لا لا مبنى كلت شوي ورقت تعال زي عدال حق فضال ما ما زين صايم بعد اليوم ولا بعد اليوم ما بصايم ثاني اليوم صايم ولا فاطر لا سابت فاطر تغديت بعد وما ما تعرف تغديت أمس شو تغديت عاد بس ليش ها بس شو تغديت الغداء؟ ما هذا بابا الغداء شو؟ ما هذا بابا ما تعرف شو كلت؟ ما بخبر سلافل شو؟ بس سلافل سلافل؟ ايه فلافل؟ ايه احنا فلافل اسمها سالفة؟ اعلم بس ما ايه وبعد؟ بس شهر ابو صلاح ما لبارض يرمس لا لبارض يرمس وانا ابوي فطرت ورقدت ولناش. وهذه على الله يحفظكم في نيلاتنا هذه الدله يا ابني لونها وتناسق الفنايل وياها، فحبيت اصوركم اياها. ما عندي موضوع بس بغيت اخبركم واخبركم وين مكاني بالذات، وين موقعي الحالي، في اي مكان، في وين اكون الحين. بس خاطري اجلب الكاميرا طرف هذا. هذا بعد ما شاء الله عليهم اخ سعيد الهاملي من الشباب المجتهدين شبه يوميا في الجيم، لكن حضر شهر وثلاث اشهر ما حضر، يغط راعي قيور مقانيص وطيور وسير ويي، لكن يحيي يعني. سعيد تعال ياي، ها
خبرت عنك هب تقول ما قلت لك اسعد خف علينا خف علينا ما شاء الله عليك يا سعيد المهم عطيت الجماعة كلها سوري عنك تبوي يتمرن شهر وثلاثة شهور في المقرانيس مقناص ثلاثة شهور وشهر جم لكن ما شاء الله عليك ما عليك باس ما عليك باس خطاك الشر خطاك الشر يلا زي يلا 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 تمرن تمرن ما يبالها كثر الشباب كلهم بير ربعك في المشرف يتخبرون عنك خاص الشيبي بن سعيد الشيبي بن سعيد الشيبي بن سعيد يهاذيبك قال لي ضروري اصورك واحنا التصوير كله خصوصي حق الشيبي بن سعيد اعتقد ان ما حد تام في المولات ليه في المولات كلهم ابوي موجودين ليه في المولات وليه في الكوفيهات يعني ابوي ماشي لا بيع ولا مشترى في المحلات كل الشرايب وموجودين في الجمال كل الشرايب كل اللي يشرون موجودين في الجمات مستحيل تلقط حد في السوق ما حد في السوق ما حد في الاسواق ما حد في الكافيهات ما حد المطاعم ما حد حسب تجيبوي كل حد ابوي عنده بضاعه تبور تجسد ما حد يشتريها لا اللي في المطاعم هم ابوي حد يهم شراي ولا اللي في المحلات عندهم سامان يرمون يبيعونه بيبيعونه ما حد ابوي كل بضاعة العرب كلها تتسد العرب يعني الحين هل بالمطاعم هل في كل مكان على ما تشوفون ما حد ابوي تام في الاسواق كلهم ابوي في الجيم كلها العرب كلهم ابوي متعالجين يبون الصبا ويبون الصحة ويبون النشاط ويبون كل شيء مرة ما يخلون شيء يحينه كلها العرب ابوي منتبه لعمارها ها شو ما شاء الله عليها الفنان حافظ عليك فوق من بعيد شي يقول في خطرهم هذا ما يبي يتصور هل انت عايبنك ولا ما عايبنك؟ انا عايبنك اشكر فنك يا رك الله هذا ردا على اللي بي ردا للي بيسال عن اللي بيشوف الفيديو هو شي مكشخ من بعيد يبين عليه تعبان لانه في الجم وبيقولون عاد العرب كيف تصور لوادم ما يبون يصور لا يبون يصوروا ما حد ابوي ما يبي يظهر ما حد ابوي يندس اللي يندس هاك اللي مسود وجهه ولا اللي ابوي يتمرن والناس كلنا ابوي ما صلى المصلي وصام اللي يبغى في الجنه مغام اللي يتمرن ويبي يبرز عمره يبي الحياه يبي النشاط يبي الحيويه لاجله ولاجل عياله وبيته وصحتك كل يعني التمرين ما لازم يكون عندك سكس باك انا عندي دبها كممتها كممت كرشتي ايش معناته اني انا مبريال ده والله رياضي بكل ما املك من قوه ما لازم يكون سكس باك عندي حاولت ما رمت لاني اولا كبر واصر طب ما شافت عيني وغير ملتزم في الاكل هذا السكس باك لازم حتى فرده تح ما تاكل الا في الاسبوع وديه وما ادري شو شروط لها السكس باك وانا بروم اودر الصح اودر الحلوه اودر الساقه لا يا ابوي اسكن يلا نرد الصفار يوم عاد انا سعيد لاصق في علبه ها هذا سعيد الهامي ما شاء الله عليه شاد حيله يارك الله يارك الله يا ما شاء الله ما شاء الله ذكرتي بهاي مال المناقب لدياتش ما شاء الله عليك ما شاء الله ما شاء الله عليك حد يوصل عند حد الساعة واحدة إلا ثلث واحدة إلا ثلث هاي سيارة غريبة منو بالعريف هذا سيارة منو هذا يقول علي يمعة علي يمعة الزعابي أيوة أخو أحمد جمعة هذا الزين يا رب هالوادم كله داخل عندكم وهي محمد مراد بسم الله عليك علي مخالفة علي مخالفة أقولكم يا اللي يرمسكم هذا الرئيس اسمه سيف بن عبد الله أبوي ترى علي مخالفة لا تعقونها ما أدري مال مخفي ما أدري شو مسوي الحمد لله شيء منفذ نصور قبل نعرف قبل الدخول حسب بنعرف منو داخل منو يبين هذا حينه هذاك منو شيبي بن سعيد ما شاء الله حميره سوي ممزور لين عينه زعلان ما تشوفونها قال لكم لك اليوم بعد لكم منو موجود هذا الله يحفظكم فهد هذا خليفه فهد وخليفه عيال عبد الله بن شيبي هذا عيسى بن سعيد زين وهذا فارس بن عبد الله وهذا الشيبه بن سعيد وكنت يا عيسى بن سعيد هذاك علي بن محمد المزروعي حفظكم المعرس
ماخذ حفيدة يارتنا، حفيدة يارتنا اللي هي نعم حفيدة يارتنا، وهذاك أبو ساري، وهذاك ولد أحمد الله يحفظكم، سلطان بن عبد الله، مرزوق محمد بن سيف، هذا محمد بن عبد الله ماهر الحنش مكبرة الله يحفظكم، محمد أخوري أبو خالد، هذا نوخدانا، هذا نوخدانا إحلال محمد البيسي، هذا الله يحفظكم أبو خليفة، وهذا طلعكم أبو أحمد. تعال قبضه والله ما تصير، لا حلفت الله تسحر، شبت فيهم حريجة، لا 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 سحورنا. لكن من كل ما تشتهي النفس، لكن أهم شيء أنا عندي هذا، هذا شو هذا الصافي، يلا 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 أنا أبوكم الله، صافي مطفي صافي مقلع عبارة ومحمر، هاي يقول عاد منك عيش عيش ومقلع، هذا هو هذا العيش وهذا المقلى، هي نعم عز منك عيش ومقلى يا الظنين، وتاكله كله كيف تاكل كيف تتهنى كيف ترغب في الصحن كله، يا رك الله يا ابو عبد الله يا رك الله، هاي من حداوي هالبطين، هي نعم ورا ربك يا ريت عبده يا نصلي، مرحبا 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 ما شاء الله، عند هنا لا بد ولا عذر، لازم هالطريقه بدي وحدة بها من هالرمضان أول مرة أكل حق الدهن، هنا نعم عيشو لازم ها تقاطر الدهن من الأطراف اليدين، لا ودي وحدة ترى ما تضيع في الـ في الـ في الأسبوع، وين منهم أنا الحين هاكل ما حق ما أعرفه، صبر أودر هذاك ريال منو بالصبرة، ريال ما عرفت من الله، أنا أعرف أبوي أمر ربع أبوي بعد، هلا ما خبر منو الريال اللي عدالك هذا، منو تبارك الله فيك؟ أنا؟ هي عامر، والله ونعم بعامر، عامر عابر عابر لو عامر هل الديدة؟ أكوني خالد زين، فالريالي عداله منو بالله عليك؟ سلام عليك أبوي، منو أنت الله يحفظك؟ سبيت هالنمونة ما شيء سبيت هالنمونة ما تذبك والله مليون مرحبا ابو خالد، الله يطول عمرك، مساك الله بالخير، ما شاء الله ما شاء الله، يفنى البحر الفيدي وعند الشيخ سيف بن محمد، نعم ما زين غادي، كان يبوك زين ما شاء الله سيف بن محمد الطاغي، غادي انت عدال هبدا كانك سولي بالنسبه له، عدال سيف مره ضايع كرتك، لو انا لو انا بك بصور عدال واحد والله انه في الزين، كلكم ما عليكم قصيره، الله يحفظك الله، يا ربي ما شاء الله علي ما زيني. خليفة بن عبد الله صدي يا سيدنا ابوي بحال باجي بعد ما عرس